عابد زمانه على وصول، اول ما يوصل اتحرك معاه انت ومرعي، سيب سليمان وابو النجا في الفندق. عابد عارف كويس قوي هيوصلكم فين، مش عايز تاخير ثانيه واحده. اول ما يوصل اتحرك معاه انت ومرعي، نفذ اللي هيقول لك عليه بالحرف. ها فاهم؟ حاضر يا ابوي، امرك يا كبير. انا مش فاهم حاجه من ساعه ما صحيت من النوم النهارده، وانا مش فاهم ابويا عايز مني ايه دلوقتي. افهم يا شفيق، المهم نعمل اللي قال لنا عليه وننفذ امره بالحرف الواحد. الو، ايوه، مين اللي بيتكلم؟ اسمعني كويس يا مرعي. اقول لك مين اللي بيتكلم. شوقي باشا ظهران عايز يبلغك رساله، اول ما تلاقي الوقت المناسب والجو عندك يسمح انك تكلمه مكالمه طويله كلمه على طول، في حاجه مهمه قوي عايزك فيها. سمعتني؟ ايوه حاضر. خلاص خلاص خلاص. مالك يا مرعي، مين اللي كان بيكلمك؟ لا ابدا مفيش، ده واحد طالب النمره غلط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل معايا يا شفيق بيه انت ومرعي. احنا مستنظرين من الصبح، هنروح على فين؟ في السكه هقول لجنابك، بس المهم دلوقتي السرعه عشان مفيش وقت. هتركبوا معايا؟ يلا يا مرعي، ما تشغلش تلفونك، الاوامر هتجيلنا عليه من البيل كبير واحنا في الطريق. حاضر حاضر. هم هم. إلهي ربنا يكرمك ويفرحك بيها يا ولدي. يا سلام، تصدق يا طلعت الليلة دي وأنا بطل في عينيها حسيت كداه البت رايداك وقلبها عليك. يا سلام، ما أنا جايلك يا مطلعة، البت شامة دي قلبها زي قلوب الملايكة، أنت بس اللي كنت جديدة عليها بابا في المستشفى. خلاص خلاص يا طلعت، غلطة وفاتت، مش عايزة افتكرها، إلهي ما يعود هيها. والله يا أمّا كان نسيت الأيام ونسيت اللي حصل فيها، وحاسس إن اليومين اللي جايين يومين سعد وهنا وملوخية وبطاطس. إلهي يحزك يا ولدي، إن شاء الله إن شاء الله. رحبة، هعمل لك عشاء، أنت واد داخل على جواز، لازم أن تصلب طولك. سلام الدراع. أنا اللي هجهز لك العشاء، اقعد واطرح. أيوة، عايز أعمل وكل زي زمان. يا سلام، نفسي مفتوحة. أنا هقوم ياما أعمل لك نص خروف نص عجل، حاجة على قد ما جسم كده. إلهي يحزك يا ولدي ويفتح نفسك كمان وكمان. الناس اللي منتظرينه متأخروا كتير، هم مش عارفين جايين يقابلوا مين ولا ايه. اصبر يا شفيق بيه، الغايب حجته معاه. قلبي بيتقبض من المكان ده، كأنهم جايين هناك اهم. دي عربية ابوي. خير يا كبير؟ في حاجة حصلت خلتك تيجي؟ أصلك وحشتكم، قلت لي أحضر معاكم المقابلة دي، خصوصا إن النهاردة الجو جميل في الجبل. ازيك يا مرعي؟ بخير يا كبير، بخير. ما بتردش على التليفون ليه؟ مش قايل لك خليك فايق ومصحصح؟ التليفون مرنش يا كبير من ساعة ما طلبتني. يهو، مرنش ولا انت شايف حاجه وعقلك مش فيه؟ لا لا، ما حصلش يا كبير، ما حصلش. انا من صباحيه ربنا ما دخلش خشمي غير الوكل والشاي. وريني التليفون. تليفون؟ ايه. ها؟ حلوه الماركه دي. ها دير. نعم. ها فكرني نشتري واحد زيه واحنا راجعين. ها خليه معاك عشان تفتكر. حاضر عابد، وامر جنابك. خليك هنا انت والرجال وانا طالع فوق.
ها؟ أنا والدير والشفيق ومرعي. حاضر جناب. لما الجماعة يوصلوا خلوهم يطلعوا لفوق. حاضر يا جناب الكبير. بينا مرعي. تفضل يا كبير. بينا. تفضل. تعالى. جايين هنا اللي يبقى. دي حيلة بعملها مع الراجل ناوي يشتري منينا. طول عمره كرهني منعينه يخلص مني ويهد كل اللي بنيته. طب وليه عاوزنا نتعامله مع الراجل زي ما بتقول عليه ده؟ ما نبعدوا عنه ونريحوا دماغنا. متجعفر العرباوي اللي يبعد عن الخطر لما يقرب منه. لازم يترد على لعب العيال ده بلعب الكبار قوي. ولا يا مرعي؟ كلام زين يا كبير زين. ده تعال. جاء رماح كان النهاردة؟ ما دخلش يشوفوا شيء اليوم بالطول يا كبير. فطوره جاهز. هات له حاجة تفتح نفسه. ها؟ امرك يا كبير. يلا مرعي. أوامرك يا كبير. عايزك تسمع حديثي زين وتنفس بالحرف. أنا دلوقتي أتصل بالراجل الناقص ده وإنت اللي تحدد معاه. ها؟ هتقول له إيه؟ كيفك يا باشا؟ اتوحشتك كتير. لقيت الجو رايق، قلت أسألك في أوامر جديدة ولا لا؟ واعي لحديثي زين؟ ها؟ وعيت وعيت يا كبير، لكن هو يعرف منين؟ لما يسمع صوتك حيبان. بس كان يعرفك ولا لا؟ يا بدير اتصل بالنمرة اياها وافتح الميكروفون على الاخر عشان كلنا نسمع. اتصل من تليفون مرعي، هاك ماركته حلوه وعجباني. اوامرك يا كبير. كيفك يا مرعي وكيف أخبارك؟ مرعي مرعي كيفك يا باشا؟ الله القلوب عند بعضيه. لسه كنت بفكر فيك دلوقتي، بقول يا ريت يتصل. مرعي تسمعني؟ أنا توحشتك كتير كتير. إيه يا مرعي مالك؟ أنت تعبان ولا إيه؟ لا بس واخد لفحة هوا. خلي بالك من روحك زين. قول لي إيه الأخبار الجديدة؟ مفيش جديد. مفيش. مفيش جديد. حب أكلمك بعدين. لا الفرد باين عليه منفش في عضمك، شكلك كده ما قادرش تتكلم. ايه صوتك ضايع. ايوه هكلمك تاني. اللي تشوفه. مع السلامه يا مرعي. كانه حبيبك قوي يا ابو عنق طويل. احب عنيتك يا كبير. كلب وشر كلب انضفانه كتير. ما بيقعدش ايدي في بتاته في الخير ابدا. انت تعبان ما عرفش عيش جوه ايه ازاي؟ كيف؟ تعرف انت يا شفيق؟ انا مش فاهم حاجه يا ابويا. كان بيتحدث في التليفون ده شوقي زهران. اظن انت واقيله زين. ها؟ صاحبك وحبيبك وكاتم اسرارك بيشتغل لحسابه وبينقل له كل اسراره. لا انا مش مصدق. هو اللي خلى الحكومة تمشي وراكم في طريق الوحات. الله أعلم شوقي زهران يعرف عنينا إيه تاني. نقولك هيجرب كل اللي قالوا له طول السنة اللي اشتغل فيها معانا. دياب عمرك يا كبير. بعد عني. بعد عني. بتعمل إيه؟
دول حتتين قماش معجونين بريحة قفش لما بشمها رماح يبقى كيف الوحش. عايزك تقول كل اللي قلته شوقي زهران، ها؟ وإلا حطلق عليك انهشك. أنتم حاضر حاضر يا كبري، حقول حقول، بس انت فهمتني غلط. فهمت غلط يا عفش رماح. على قدك، كفاية كفاية يا ابوي. عندك حق رماح. قمت تقول قلت ايه؟ ها؟ رماح زودها قوي، شكله مش هنسمع منه اي حاجة، شكله بيودع. خد يا شفيق خلص عليك تأول بيه. لا يا ابوي لا، ريحه بالعذاب اللي هو فيه. ما اقدرش ما اقدرش.